فوزي قاسم هو مواطن من ولاية نابل. مرحبا سي فوزي، أهلا وسهلا. السلام عليكم، مرحبا بكم. شنو أحوالك؟ بس الحمد لله يا ربي يك الحمد والشكر. شكرا لفضلك سي فوزي. الخروف اللي تربي فيه معناتها كيفاش مغربة علاقة الصداقة تعتبرها عادية، كيفاش نجم تفسر لنا؟ والله أنا حكيت فيه موضوع قداش مرة الغرام من بكري، من عمري من عام 87 لليوم 17 سنة، كل عام يشريو علوش، يشريو صغير يقعد نربي فيه حتى هذيك لا يتسمي، نقعد نستعمل كثير، مرة نخرج معاه نلعب فيه، مرة نمشيو للبحر، مرة كل مرة كيفاش فهمني، كل عام هكاك، كل عام هكاك فهمني، هذيك هي الحكاية. معناتها أنت مغروم بطبيعتك بالعلاش؟ أنا بطبيعتي هكاك مغروم بالعلاش، معناتها كل عام هكاك نعمل جو معاه، معناتها هذيك هي. اي العلوش اللي انت موجود معاك في في الفيديوهات اللي تفرجنا عليهم وشفناهم اليوم اللي قاعدين يدوروا على مواقع، هك علوش سنة ولا نوع علوش نوع عام؟ لا علوش سنة، كل عام علوش، كل عام علوش، نذبح علوش هذاك اللي ربيته، وبعد جمعتين اخو علوش اخو صغير يقعد ربي فيه حتى للعيد، هذيك هي سنة الحياة. ومعناتها العلاقة نتاع الصداقة اللي تعيشها مع العلوش، انه يتبعك في كل بلاصة، انه يمشي معاك البلايص الكل تشوفوا فيه، عادية تعتبرها معناتها ولا كيفاش؟ اسمعني والله فكرة انتم تحكيوا فيها، تو الشعب الكل جايين كيفاش يذبح صديق نتاعو، يذبح درا شنو وكذا وكذا، هي سنة الحياة. اي هو ربي جعله اضحية. اي سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مش يذبح سيدنا إسماعيل ولده مكس بكرولية، احنا نحكي بنعرف الأضحية وشنو ربي بعده سيدنا جبريل باش عبطوا كبش من جنة باش يذبح العلوش هذاك باش على ما نذكوش أولادنا كل عام. هذيك هي سنة ربي جعله قربان لله، أنا عامله معناتها وجميع الأنبياء كل راهو بالغنم عامله معناتها. أي هو الناس اليوم أنا حسب ما شفت نطلع نلعب فيه نمشي بيه البحر، كيفاش اكتشفتوا يوم في البحر؟ على ما متعلق بيا هبطت العوم خليته في الشط، وعطي بالظهر تلفت لقيته وراي عوم يضرب الألف، الله أكبر. من وقتها من عام 87 وأنا نعوم أنا والعلاش والحيوانات كل تعوم. معناتها من عام 87 وأنت كل عام علوش العيد تعوم أنت تعمل أنت عومة. هذيك هي فهمني، وما كنتش نعمل أنا الحكاية دي على اللايف على الفيسبوك على التيك توك على كذا، بعد كي طلعوا التليفونات اللي تعمل لك ولات العباد يقولوا كيفاش يذبح صديق وهاك الحكاية هذيك. معناتها العباد تلوم عليك اليوم. أنا علاش؟ أنا الأول عام عز بيا فهمني، وما نجمتش ناكله وكلي ربيت عليه كبد وكذا وفهمني. كنس العلوش اخوي نسيني بالعلوش هذاك هكذا لقد. معناتها تتمتع به العلوش هذاك، تنسى تشي واحد اخر وتنسى العلاقه هذيك. هذيك هي سنه الحياه فهمني، مش قعدوش احنا بلاش علوش مين انت مراه كبيره تلم اولادها اولادها والعائله والزوج اكيد ولما، لكن علاش تربط معاها علاقه اليوم وثيقه للدرجه هذيا حتى انه ما عاد بنت الناس. انا توماس انه مثال ما ليش مش نفهمش خليه معناتها نصرف عليه نقعد نخيوه كلب ولا قطوس ولا فركنان ولا كوادر مش خلينا نقعد نتفرج شويه نتفرجوا فيه لعبات ما يسولنا. اي بيان سور احنا مانيش نلومو فيه. شريت له شعير وشريت له قرط يا سي فوزي من رب الدنيا ما لها دواء. سي فوزي ونلعب به من الصباح للعشيه بالعشيش وبعد كما نخليه انا نقعد هكاك عام عام علاش يدور نقعد نلعب به. فهو هذيك هي انا ربي فيه باش نعملوا اضحيه. سي فوزي قربوا لله وخرجوا منه صدوف كان فما ناس بزاف ضحي وشكون مازال يضحي تو في البلاد. سي فوزي يا سي فوزي سي فوزي ربي يفضلك الميمه واحنا مانيش احنا معناتها اليوم حسب ما شفت لي كومنتير والناس اللي تعلق على الموضوع هذايا مش يلوموا فيك معناتها كل واحد حر في شخصيته يا مدام. انا راني انا متفانس بالشيء هذاك. معناتها بالنسبه ليك تدلل العلوش مش على ربي واش قال ربي واش قال النبي. انا ربي هذاك جعله اضحيه ما زيدني حتى كلمه اخرى ما يقراني حتى ذيك ربي سبحانه جعله اضحيه. ما يقنع فيك حد انت من جميع الانبياء الكل والرسل الغناء العاب الغنم. اي اذا كان انت من عام 87 معناتها تربط في العلاقه هذيا ومتواصل بيه مش يجي واحد يقنعك توا بعد 30 سنه ولا اكثر بالموضوع. انا متفانس انا عامل العلوش هذاك القصر بيه وقريت نعم بيه كيف نعديش بيه 24 ساعه انا وياه ما نقلقش فما نكهه خاصه وقت يجي العيد نذبح نعاود نجي على الوشاخ وهذاك هو وهكذا دوا ليك معناتها. مرحبا بكم ويرحم والديكم يا سيدي. ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. ربي يفضل لك الميمه ان شاء الله. يا قيس سعيد
شكرا لفضلك ومرحبا بك. اهلا وسهلا. واصل معكم لقاءنا. ارتفاع مرتقب في درجه الحراره والتحذيرات من اندلاع الحرائق في الشمال الغربي، خاصه احنا شفنا بعض الحرائق اللي بدات اليوم في بعض المزارع. الحقيقه ان شاء الله نقولوا يا ربي الاضرار ما تكونش كبيره. نحكي في الموضوع تو سويت. انفو